السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. أنا عمر خميس الله، حرفه العين، العصفورة الجريحة. الفراخ في العش مع أمها. الفراخ تريد طعاما، إنها تحس بجوع شديد. قالت الأم لفراخها: سأبحث عن طعام. غادرت العصفورة العش مسرعة. العصفورة تبحث عن طعام، شاهدت ديدانا كثيرة، فرحت وقالت: سأحملها إلى صغاري. ثم نزلت لتأخذ الديدان. تعلقت بالأغصان المتشابكة، حاولت النزول أو الصعود، فلم تستطيع. بدأت تستغيث. النجدة كانت زرافة تسير قرب الشجرة. سمعت الزرافة صياح العصفورة، أسرعت الزرافة من نجدة العصفورة. مدت الزرافة عنقها الطويلة، خلصت الزرافة العصفورة وضمدت جرحها. شكرت العصفورة الزرافة لقضت العصفورة الديدان. طارت العصفورة نحو عشها مسرورة، فرحت الفراخ برجوع أمها سليمة.